عناوين النشرة: اتصالات تسبق انعقاد جلسة الحكومة غدا. الوطني الحر إلى الشارع در. لا أكيد، والناس مدعوين أنها في الجلسة 44 لانتخاب رئيس لا نصاب. تشييع رضوان حمزة. ما بيمشي الحال بلا. وموسكو تستبعد فشل المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا. أهلا بكم. توقف الحوار ليأخذ مكانه التصعيد الكلامي، ومع تغييب فرص اللقاءات المباشرة حلت المنابر الإعلامية لتوجيه الرسائل، وكأن البلاد عادت إلى زمن انقسامات 14 والثامن من أذار على الرغم من نعي هذه الصيغة مرات عدة. الرئيس نبيه بري أكد أن الكرة لم تعد في ملعبه بعد تعليق طاولة الحوار، ونقل زواره عنه قوله: حتى الأمس القريب كنت أنا من يبحث عنهم، بعد الذي جرى عليهم هم أن يفتشوا علي. كلام بري قابله كلام للنائب وليد زملاط قال فيه: لست من هواة الانتحار، ومن يريد أن ينتحر فليفعل ذلك وحده ولا يأخذني معه. أما التيار الوطني الحر فماض في خطواته التصعيدية. وفي معلومات الجديد أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد دخل على خط الأزمة بعد انسحاب التيار من الحوار والحكومة، وهذه المساعي قد تتلاقى مع مساع مماثلة يقوم بها حزب الله. وفي غمرة كل هذه المواقف لا يزال مصير جلسة مجلس الوزراء في حكم المجهول، وقد أضاف مجلس النواب إلى سجله جلسة جديدة تحمل الرقم 44 لانتخاب رئيس من دون نصاب. والبداية من عين التينة، حيث عقد لقاء الأربعاء النيابي الأول بعد سقوط طاولة الحوار. مزيد من التفاصيل مباشرة من هناك مع زميلة رواند أبو خزام. رواند، يعطيك العافية، كيف كانت أجواء لقاءات عين التينة اليوم؟ نعم، وعد على وقع انهيار طاولات الحوار بدءا من ثلاثية الحوار من شهر آب المنصرم، ووصولا إلى جلسة الحوار في الخامس من أيلول، فقد تلاشت بذلك الهيئة التي تم تشكيلها للبحث في قانون انتخاب وللبحث في إنشاء قرار مجلس الشيوخ، وبتنا أمام خيارين، أمام انتخابات على قانون الستين أم التمديد لمجلس النواب مرة جديدة. ومع خروج وعد التيار الوطني الحر من جلسة الحوار في الخامس من أيلول وتعليق الجلسة من قبل الرئيس بري، هذا ما زاد الأمر تعقيدا أكثر ووضع الحكومة بحكم المهددة، وبات هذا القرار بيد رئيس الحكومة. هل ستؤجل جلسة غدا لمجلس الوزراء أم سيتم انعقادها في ظل غياب التيار الوطني الحر؟ ومصادر من حزب الله أكدت لنا أن إذا تم عقد انعقاد الجلسة فسيتم مشاركتهم كما في الجلسة السابقة. إذن مع كل هذه الإخفاقات، وعد انعقد اليوم لقاء الأربعاء للبحث في كيفية الخروج من هذا المأزق، ومما جاء على لسان الرئيس بري أنه لن يدعو إلى جلسة حوار جديدة وإلا إذا حصل تغيير في الشكل والمضمون، مضيفا أنه كنت أنا من أبحث عنهم لتشكيل لإنعقاد طاولة حوار ولتقريب المسافات بين جميع الأفرقاء، إلا أنهم الآن سيبحثون عني فلن أبادر إلى أي شيء. أوضح رئيس المجلس أن الحوار أنتج أمورا كثيرة وحل مشاكل عدة، لا سيما في موضوع الحكومة وعملها
بالإضافة إلى التمهيد للامركزية الإدارية ومشروع الجنسية. وأيضا وعد مع توقف الحوار قال رئيس بري أنه تم كسر لبننة القرار وخصوصا في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، بتنا الآن أمام انتظار الحل من الخارج، ولا خوف كما أكد أنه لا خوف على الحكومة، والأهم هو الحفاظ على الأمن. أما الآن وعد دعينا نستمع إلى أهم ما جاء على لسان النواب من شاركوا في لقاء الأربعاء. يعتبر ضغط الرئيس أنه تعليق الحوار بده ينعكس على عمل المؤسسات ويزيد بتعطيل عمل المؤسسات، لأنه هذا الحوار كان عم يشكل بالمرحلة السابقة شبكة أمان وتفعيل للمؤسسات وحماية للحكومة بشكل واضح. وطبعا اليوم بعد هذا التعليق سيكون هناك انعكاسات وقد تكون سلبية بتزيد طبعا بتعطيل هذه المؤسسات، كل المؤسسات. موضوع الحكومة طبعا الرئيس اعتبر انه الموضوع هذا الموضوع عند رئيس الحكومة، موضوع الجلسة او وضع الحكومة بشكل عام هو من صلاحيات رئيس الحكومة وهو اللي بيقرر. حد الآن الجلسة قائمة، فيما لو كانت الحكومة يعني هذا طبعا يتوقف على الاتصالات الجارية وعلى ما سيتخذه رئيس الحكومة، لأنه هو من سيقرر بقاء الجلسة في موعدها. في موضوع نهر الليطاني أخذ جزء كبير من الحديث مع دولة الرئيس، ودعا النواب والوزراء للتعاطي مع هذا الموضوع كبند أول في اهتماماتهم، ودعا إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية والبلدية لوضع حد لهذه المأساة المتمادية بحق نهر الليطاني. أيضا أخذنا رعاية دولة الرئيس واهتمامه للقيام بتحرك كبير في نهاية هذا الشهر وبداية شهر تشرين الأول فيما يتعلق بالنهر. نحن بصدد تشكيل لجنة لحماية حوض نهر الليطاني، وهناك استعدادات لتحديد يوم وطني لحماية الليطاني. وفي مجلس النواب كانت الجلسة 44 لانتخاب رئيس للجمهورية، ومع عدم اكتمال النصاب أجرى رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى الأربعاء في 28 من الجاري، وعلق قائلا فليفتشوا عني بعد اليوم. وكان عدد النواب قد وصل إلى 41 نائبا. وبعد الجلسة عقد اجتماع بين الرئيس فؤاد ستانيورا والنائب جورج عدوان، وتناول البحث آخر المستجدات السياسية على الساحة عقب فشل الحوار والتوصل إلى صيغ مشتركة بين الأفرقاء المختلفة. وجريا على العادة كانت تصريحات لبعض النواب التي أكدت على عمق الأزمة. الشغلة الأكيدة يلي الكل صاروا عارفينها إنه نحن بجو متأزم، الأفق أكثر وأكثر عم يبين إنه مسدود. إنما بكل هالأجواء لازم نعرف شغلة، إنه رح يبقى المدخل الأساسي والوحيد للحل هو إنه ننتخب رئيس جمهورية. وقت منقول نلم الأمور هون مطلوب من كل واحد، من الكل بدون استثناء، بده يقدم على خطوة. هلأ صار مجبور يحسب الخطوة إلى ماذا تؤدي عند الطرف الآخر أو عند الفريق الآخر. كان في اختلاف بوجهة النظر انطلاقا من أنه الدكتور جعفر أصر أنه اليوم الحل هو بانتخاب العماد عون ومجيء دولة الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة. الرئيس سنيورا كان عنده إذا بدك وجهة نظر أخرى، إنما إذا اليوم كل اثنين عندهم وجهات نظر مختلفة بدها تؤدي إلى توتر بين الأفرقاء، ما كان صار هالاجتماع المطول وهالبحث. المستوى يلي وصله الفساد بها الحكومة وبها الجمهورية يعني بيستاهل طبعا انه ندخل كتاب جينيس بيلي عم بصير. ومستغرب انا كيف ايام كتيرة الرئيس تمام سلام يلي كان يتروى كتير
يعني هالمرة لازم يتروى، لازم يتروى. ليش مش عم يتروى؟ ويلي عم ينصحوه بعدم التروي ما بعتقد عم يعطون نصيحة يلي هي بتخدم المصلحة الوطنية. تعليقا على توقف الحوار، قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إن الرهان على الجمود والتعطيل هو انتحار ذاتي ينعكس على البلد مزيدا من الاهتراء السياسي والاقتصادي. إنه الموت البطيء الذي تجرنا إليه للأسف بعض القوى السياسية. وعن شكوى التيار الوطني الحر تهميش حقوق المكون المساحي وضرب الميثاقية، أضاف جنبلاط: فليسمح لي أنا أعترض على هذه المعادلة من أساسها. والصحيح أن بعضا من هذا المكون المساحي هو الذي يهمش نفسه بسبب عناده وأصراره على شروط معينة. وتابع: لو تغيب حزبي لهذا السبب أو ذاك عن الحكومة فلن أطرح إشكالية الميثاقية لا من قريب ولا من بعيد. وأنا أعني ما أقول، لأن التعطيل من أجل التعطيل ليس إلا قفزة في المجهول، وأنا لست من هواة الانتحار، ومن يريد أن ينتحر فليفعل ذلك وحده ولا يأخذني معه. النائب الممدد له زياد أسود يكشف من برنامج الحدث عودة التيار إلى الشارع في 13 تشرين. لك مش عين دارة؟ هلأ العامل حلو هو رجل البيئة الأول. لو قبله بيت فتوش، هلأ عم بحكيها على الهوى، ياخدوا له ترابات سبلين على سوريا بكاميوناتهم، كان مشيت عين دارة وكان عمل محاصصة هو وياهم، وكان فتح شركة هو وياهم، وكان أخذ أرباح. أوف. إيه عربي مبلطة، عامل لك إياها هيك على الهوى. يعني النائب وليد جنبلاط بده انه قال فتوش يوافقوا على نقل ترابة سبلين عسورية عسورية؟ نعم. وهن رفضوا؟ خليه يقول لا. هن رفضوا؟ مشان هيك وقف معمل عين دارة؟ ايه. دخلك قبل ايه ما رفضوا؟ بدي اسألك سؤال. ليه رفضوا؟ انا بدي اسألك هن كمان ليش بدهم يقولوا ايه؟ إذا واحد عامل علاقة تجارية مع بلده علاقة منيحة وبيعرفوه بيعرفون، ليه بده يخربطها كرمال شو؟ قبل معمل فتوش ما كانش فيه مرامل وكسارات وقبوا الجبل وشالوا الشجر ولوثوا النهر بعندارة ولوثوا مياه نبع الصفا ولوثوا ولوثوا ولوثوا؟ وين كان مسيو وليد جنبلاط؟ ما كانش مستفيد؟ ليش اهل عندارة كانوا قادرين يعملوا شيء؟ ليش كم مره اصطدموا بالدرك؟ مين بعت لهم ياهون؟ هلا اذا بيصير له يجرف عندارة كله ويطلع منها مصاري ما بيقصر. نازلين ب 13 تشرين الاول مقبل على الشارع، هيدا هو الموعد. اه بقول لك من هلا اكيد، والناس مدعوين انها تنزل. شو الشعار؟ والمفصل، شو ما كان الشعار. لا تزال الدعوة قائمة إلى عقد الجلسة العادية لمجلس الوزراء غدا الخميس. وقال وزير البيئة محمد المشنوق إن الاتصالات قائمة لإنضاج المخرج قبل يوم غد، مشيرا إلى أن حزب الله والوزير وائل أبو فاعور يقومان بمحاولة لمعالجة المشكلة، لكن الرئيس تمام سلام متوجس جدا من مستقبل الوضع في ظل غياب أي أفق لمعالجة أزمة الشغور الرئاسي وما تفرع عنها من أزمات حكومية. لذلك فهو متمسك بتفعيل عمل الحكومة، خاصة بعد تعليق أعمال الحوار النيابي حتى إشعار آخر. إلى ذلك أشارت المعلومات إلى أن حزب الله يسعى لتأجيل جلسة الخميس لمنع تفاقم المشكلة. وقال الوزير محمد فنيش للسفير: هناك اتصالات لا نعلم نتيجتها بعد، وما زالت الأمور قيد المتابعة، ومتى توافرت معطيات جديدة نعلنها. وأضاف: هناك قوى سياسية معنية بالأزمة بل ومسؤولة عنها، ويجب أن تقوم بدورها هي أيضا في الحل، حتى لا ترمى كل الأمور عندنا ويحملوننا وحدنا النتائج والانعكاسات. شيع الحزب الشيوعي وأسرة صوت الشعب والجسم الإعلامي نقيب العاملين في الإعلام المرئي والمسموع المخرج المسرحي رضوان علي حمزة في مسقط رأسه كفر حتى قضاء صيدا، على أن تقبل تعازي طوال أيام الأسبوع في منزله الكائن في كفر حتى، كما تتقبل اللجنة المركزية للحزب وعائلته التعازي يوم الأربعاء في 14 من أيلول من الساعة 2 إلى الساعة 7 عصرا في جمعية خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت. وننتقل إلى الزميلة ألين حلاق في كفر حتى، حيث واكبت مراسم التشييع ظهرا. ألين، كيف كانت أجواء كفر حتى خلال الوداع الأخير للراحل رضوان علي حمزة، ومن كان أبرز الحضور؟
نعم وعد كان هذا يوم حزين بالنسبة لأهالي كفر حتى وتحديدا لعائلة آل حمزة وأيضا للحزب الشيوعي اللبناني وأصدقاء وأقارب رضوان حمزة، حيث ودعوا هذا الرجل الهادئ الأنيق، هو نقيب العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، هو مدير إذاعة صوت الشعب، هو الصديق للكل، وهو اليوم قد خط آخر سطور حكاية العمر، هو الذي كان يزرع البسمة في قلوب الآخرين. يعني فمن الصعب أن تتحدثين عن هذا الرجل الذي صنع البسمة والفرحة في قلوب الجميع وخصوصا الذين يعرفونه. نحن هنا في منزله من بعد أن وريناه الثرى، وطبعا لا نستطيع أن نصف مدى حزن الموجود هنا لأن رحيله كان مفاجئا بالنسبة لنا، على الرغم من أنه كان يصارع مرضا واستطاع أن يتغلب عليه إلى حد ما. طبعا رضوان سيبقى في القلب كما يقول الباقون وكما يقول كل من يعرفه، فهو زرع البسمة، زرع بسمة الحياة. طبعا الحضور كان متنوع، حتى أن زياد الرحباني قد أتى بنفسه وهو كان لديه أعمال كثيرة ومتعددة مع المسرحي العتيق رضوان حمزة، إضافة إلى طبعا حضور الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب وعدد كبير من أسرة الإذاعة الذين جاءوا ليعزوا برفيقهم وصديقهم، وهو كان الأخ الكبير لهم والذي كان ينصحهم بكل شيء. للحقيقة هو كان ينصحنا جميعا بكل شيء. فمن الصعب أن تتحدثي وعد عن مجريات الرحلة الأخيرة لهذا الرجل. طبعا سنترككم الآن مع بعض المقابلات التي أجريناها في هذا الإطار. صعب يعني الواحد يحكي عن رضوان. ما بعرف، فكرت طول الليل أفكر فيه، ما بعرف إذا بعد فينا نسهر ولا رضوان. كرستو حضلها فاضية بالسهرة، وبس هو بقلبنا وعقلنا. كنا نحكي فلسفة، نحكي سياسة، حامل هموم الناس، حامل هموم الوطن. ما في شيء كان خاص لا بفنه ولا بحياته، كان دائما هموم الوطن، هموم الناس، هموم الفقراء، وعلى فلسفة المسائل ويسمع. أكيد مش بس صوت الشعب، الشعب كله حيفرضه، ونحن أكتر شيء أكيد، لأنه نحن كنا أصدقاء كتير، كان عندهم مشاريع، في مشاريع بنقدر نساعد بعدين حققها، مشاريع فنية مهمة كتير، في مشاريع بدنا نشوف كيف نقدر نرجع نحققها، بس في مشاريع ما بنقدر أبدا. بدلمسته ما بيمشي الحال. بلي أنا زميل رضوان من 29 سنة من تاريخ تأسيس إذاعة صوت الشعب. بدأنا أول شيء هو بالبرامج وأنا بالأخبار، ورجعنا انتقلنا لتحت إدارته بالبرامج. عملت البرنامج ابتداء من عام 1995، فصلنا 21 سنة تحت رعايته وإدارته. تعلمنا منه كتير. رضوان كان أكثر من أخ، أكثر من صديق. كل الحب اللي كان يعطينا إياه بالإذاعة، كل العاطفة، كل التعليم اللي كان يعطينا إياها، وكل النصائح رح نبقى عليها ونحن على نهج سائرون. يعني أنا ما فيه أقول أنه جاي يودع رضوان بكفر حتى، أنا جاي أحتفل برضوان، لأنه مثل ما هو طول حياته كان يحتفل من يعني بأي شيء بسيط، يحتفل بفنجان القهوة، بالسيجارة، بالكاس، يعني إنسان متفائل. أنا يعني ما بدي أحكي أنه شو تعلمت منه إلا التفاؤل، إلا يعني هالكاريزما الرايقة الهادئة جدا، هالمنطق الدايم العظيم. يعني نحن جايين نقول له أنه هو أو كمال أو جورج بطل اللي قبلهم، هودي ناس اشتغلوا بصمت، تركوا بصمات مخيفة، ما بدنا إياهم يرحلوا بصمت. هلأ اللي لازم نعمله نحنا يعني نبجى بكل العالم إنه هلأ هودي، يعني نخبر العالم هودي شو تركين بصمات بالحياة. يعني هو حيّد المسرح والشعر والأدب ليعطي كل شيء لها الإذاعة وللخيرية ليخليها تستمر، وما بعرف هلأ كيف تستمر بعدين. شكرا للزميلة أيلين حلاق التي كانت معنا مباشرة من كفر حتى، والرحمة للراحل رضوان حمزة.
بعد الإعلان اختطاف طبيب في بعلبك. أهلا بكم من جديد. عشيرة الجعفر تناشد المعنيين تخفيف الإجراءات الأمنية المفروضة على منطقتهم وإنعاشها اقتصاديا. ناشدت عشيرة الجعفر رئيسي مجلس النواب والحكومة وقائد الجيش فك الحصار المفروض على حي الشراونة ودار الويسعة على خلفية الإجراءات الأمنية المتخذة في المنطقة منذ 8 سنوات. ولفتت العشيرة إثر اجتماع في دارة أبو حسن علي جعفر إلى الوضع الاقتصادي المزري الذي يرزحون تحته نتيجة الحصار. نناشدكم جميعا ونستصرخكم باسم شيوخنا ونساءنا وأطفالنا فك هذا الحصار المفروض علينا منذ أكثر من 2 سنوات. هذا الحصار الذي أنهك أرزاقنا وأقفل بيوتنا وأتلف محتويات محلاتنا وأنهك أعصاب شيوخنا ونساءنا وأطفالنا. فكوا عنا هذا الحصار واعملوا على قرار عفو عن المخدرات، لأن العفو يجعل هؤلاء الفارين من العدالة وأكثرهم بالأصل أبرياء، سيجعلهم يقلعون عن العمل بالمخدرات بقدر 90% على الأقل. وذكرت العائلة بمواقفها الوطنية الداعمة للعيش المشترك والسلم الأهلي وخضوعها لسلطة القانون. فقدان الدكتور صالح الشل في بعلبك وعائلته ترجح فرضية الخطف. بعد فقدان الاتصال بالمدير الطبي في مستشفى ابن سينا في بعلبك الدكتور صالح الشل وورود معلومات عن خطفه، تواد عدد من فعاليات واهالي ومخاتير المنطقه الى دارته مستنكرين الحادث. بعدنا لهلا ما عرفنا شو المشكل، والواضح او الكل عم يعني نحن شاكين انه قضيه خطف. بدي استفيد انا هلا من انه اقدر اقول للناس لاهل بعلبك كلهم انه الدكتور صالح هو ابن بعلبك 40 سنة خادم ببعلبك، والشي اللي صار إن كان لإله أو لغيره شي مش مقبول ببعلبك. على الساعة 1:30 عم ندعي لاعتصام قدام السراي لكل فعاليات بعلبك، كل أهل بعلبك. هو الدكتور صار له 45 سنة بيخدم هذه المنطقة، ما في له أعداء، لا يتعاطى الشأن السياسي، إنسان من مستشفى لشغل لبيته لمزرعته. يعني العمل اللي صار مدان من كل القوى السياسية والأمنية والمدنية بمدينة بعلبك. وطالبت العائلة جميع المعنيين بالتحرك الفوري والعاجل لمعرفة ملابسات الحادث. أصدرت الجمعية الخيرية الثقافية بيانا قالت فيه إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يحاول منذ أشهر عدة مصادرة مباني ومؤسسات الجمعية في بيروت، والذي تملكه بلدية بيروت وتشغله الجمعية بشكل قانوني ونظامي بناء على موافقة المجلس البلدي عام 83 مدة تنتهي في عام 2082. وبحسب بيان الجمعية فإن العقار المشغول هو ملك بلدية بيروت، وبالتالي لا يمكن للغير وقفه أو إنشاء وقفية عليه. وإن محاولة ضم العقار إلى ملك أوقاف الطائفة الشيعية بولاية المجلس الشيعي هو تعد على بلدية بيروت وانتزاع لملكيتها بشكل غير قانوني وغير شرعي، وتعد على حق الجمعية الثابت والأكيد باستعمال العقار. وتابع البيان إن الجمعية ليست تابعة للمجلس الشيعي ولا علاقة لها بها ولا علاقة له بها إطلاقا، وهي في عملها تخضع فقط لقانون الجمعيات، مشيرة إلى أنها تقدمت بالدعاوى القانونية أمام القضاء المختص لمنع تعدي المجلس الشيعي المنتهية ولايته. بعد الإعلان ولادة المقاومة الوطنية السورية. أهلا بكم من جديد. بعدما أخفقت الولايات المتحدة وروسيا في التوصل إلى هدنة في سوريا، بدأت تركيا والسعودية الترويج لاتفاق قريب يقضي بوقف إطلاق النار في موعد قد لا يتعدى 24 ساعة. وأعرب المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين عن أمل بلاده بإقرار هدنة في سوريا لمناسبة عيد الأضحى الذي يبدأ الاثنين المقبل، فيما أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى إمكانية التوصل إلى
باتفاق وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، رافضا وصف عدم اتفاق موسكو وواشنطن على وقف لإطلاق النار بالفشل بل بالعمل المستمر. وقال هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم في الساعات 24 المقبلة أو نحو ذلك، والذي سيختبر جدية الرئيس السوري بشار الأسد في الالتزام بالاتفاق، لكنه لفت إلى أن تاريخ الأسد لا يبعث على التفاؤل بشأن تنفيذ أي اتفاق. استبعدت وزارة الخارجية الروسية فشل المفاوضات الجارية مع واشنطن حول صياغة اتفاق جديد بشأن الهدنة في سوريا، واصفة الفرق المتبقي بين مواقف البلدين بأنه بسيط. وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريبكوف إن الفرق بين مواقفنا بات بسيطا ويمكننا تجاوزه في حال توافر الإرادة السياسية، مضيفا أن الطرفين باتا قريبين جدا، إنما أهمية المسألة وحساسية الموضوع لا تسمح بالتنبؤ بالدقة حول الجهود المستقبلية التي سيتطلبها التوصل إلى هذا الاتفاق، لكننا لا نرى ما يهدد بإفشال هذه المفاوضات. شهدت مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي إعلان ولادة المقاومة الوطنية السورية، وفي اجتماع لإطلاق المقاومة رسميا قرئ بيانها التأسيسي الذي حرص على التذكير بمعاناة شعوب المنطقة من سلطة العثماني التركي. وأوضح البيان أن المقاومة الوطنية السورية هي عبارة عن تحالف بين مجموعة من القوى والشخصيات الوطنية السورية، وهدفها حل الخلاف بين المكونات السورية وتوحيد طاقاتها لبناء سوريا موحدة ديمقراطية والتصدي للاحتلال التركي واستعادة جميع الأراضي السورية منه، والعمل مستقبلا مع كل القوى الوطنية لتحرير كل شبر محتل من أرض سوريا. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وبحث الرجلان في الأزمة السورية وسبل مكافحة الإرهاب. ووصف بوتين زيارة الملك حمد لموسكو بأنها تأتي في الوقت المناسب جدا في ظل الأوضاع الموجودة في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد الخليفة قد أعلن أن البحرين تقدر الدور الروسي في الحفاظ على استقرار الوضع في سوريا وإحلال السلام هناك، مؤكدا أن بلاده تدعم أي مبادرة لحل الأزمة السورية بالوسائل السلمية بما يحفظ وحدة البلاد، مشيرا إلى أن المنامة تدعم التوافق الروسي الأمريكي في حل الأزمة السورية. كان في النشرة اتصالات تسبق انعقاد جلسة الحكومة غدا، الوطني الحر إلى الشارع در. أنا أقول لك من هلأ أكيد والناس مدعوين أنها تنزل. في الجلسة 44 لانتخاب رئيس لا نصاب، تشييع رضوان حمزة. ما بيمشي الحال بلا. وموسكو تستبعد فشل المفاوضات مع واشنطن بشأن سوريا. كان هذا كل شيء حتى الساعة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وأيضا على تويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.